أسعد الله أوقاتكم، حلقة جديدة من حلقات افتح عينيك. أغنية شعبية قديمة جدا لخربوشة مطلعها يقول: أخلت لك الأيام ليام الأيام أيام القهرة، وفينك عويشة فين الشان والمرشان، شحال غبرتي من عباد، شحال صفيتها من سياد، بلا شفقة بلا تخمام، ولا باس لا باس ياك الدق والقرطاس. هذه الأغنية تجسد إلى حد ما يعانيه المغاربة من ضيق جراء متواليات عيد رمضان الكريم والعطلة الصيفية والعيد الأضحى وكذلك الدخول المدرسي، وكيف يدبر المغاربة شؤونهم المالية إثر هذه الأزمات وإثر غلاء المعيشة في ظل ما يعيشه المغاربة البسطاء والفقراء من تقهقر لوضعياتهم الاقتصادية والمالية. نناقش هذا الموضوع انطلاقا مما نشاهده ونعاينه يوميا من أزمات ولجوء العديد من الأسر في أوج العطلة الصيفية وفي رمضان وفي العيد الكبير وفي الدخول المدرسي إلى سياسة الاقتراب. حتى لا نتكلم فقط، يمكن أن نتناول الأمر على هذه الشاكلة، أن يعني مشهد رمضان وما يكلفه خلال كل ليلة من مصاريف تثقل الكاترين خلال مدة 30 يوما، ثم كذلك ننتقل إلى استعدادات رمضان أي استعدادات العيد الأضحى وشراء الأضحية ولوازمها والملابس وما إلى ذلك، ثم كذلك إلى البحث عن السفر وما يترتب عنه من يعني مصاريف، ثم كذلك اللجوء إلى بعد الرجوع من السفر يعني مباشرة إلى الدخول المدرسي، وهو دخول مدرسي مكلف على الأسر التي ترسل أبنائها إلى بعض المدارس الخاصة وساعات الدعم منذ بداية السنة أو إلى المدارس العمومية، وفي كلتا الحالتين هناك العديد من السيدات. حتى لا يبقى كلامنا فقط مجرد كلام، ننتقل إلى أرقام المندوبية السامية للتخطيط، وهي أرقام معتمدة بأن 12% من الأسر المغربية صرحت بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة. 24% من الأسر المغربية تتوقع تدهور أوضاعها المادية. الخطير في الأمر أن 84%، وأكرر الرقم 84%، من الأسر المغربية صرحت بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال العام المنصرم، في حين أن 1.4 يعني ما وصلش 1.1 من الأسر المغربية الغنية ترى عكس ذلك وترى في ارتفاع المواد الغذائية أمرا بسيطا جدا نظرا لمقدراتها ومدخراتها المالية الكبيرة جدا، في حين أن 24% من الأسر تتوقع تدهور أوضاعها المادية، في حين أن 29% من الأسر المغربية استنزفت، كنسطر على هذا الفعل أنها استنزفت مدخراتها المالية والمادية ولجأت إلى سياسة الاقتراب. ما يمكن أن نستنتجه من هذه الأرقام؟ نستنتج أولا الإنهاك التام للأسر المغربية أو ما يشبه الإنهاك التام للأسر المغربية على المستوى المادي. ثانيا اللجوء إلى استنزاف المدخرات المتبقية. ثالثا اللجوء إلى سياسة الاقتراب كفعل تعويضي عما تعيشه هذه الأسر من أزمات متتالية. وأخيرا تدهور القدرة الشرائية لدى شرائح كبيرة جدا، يعني الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة، يعني تدهورت أوضاعها بشكل كبير جدا.
ننتقل من خلال هذه الأرقام إلى طرح مجموعة من التساؤلات. كيف يمكن أن يدبر المغرب الفقراء أو شرائح كبرى من المجتمع المغربي حياتهم اليومية خلال مدة 90 يوما، يعني من رمضان إلى الدخول المدرسي، في شكل متواليات مادية يكثر فيها الإنفاق؟ وهل لديهم القدرة الكافية على أداء هذه الفواتير الغالية، أم فقط يتعايشون مع اليومي؟ الجواب يعني بدون لف وبلا دون دوران أنهم يدبرون يومهم يوما بيوم، بمعنى أننا أصبحنا نعيش نوع من التناقض الصارخ والتناقضات الصارخة، أننا نعيش رمضان بقناعين أو بمعيارين ومقياسين، رمضان الحريرة وشبكية للفقراء، ورمضان الموائد الكبيرة والطويلة والعريضة التي تمتد إلى 4 أمتار على انستغرام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يشبه التباهي بما يأكله الآخرون وبما ينظر إليه الفقراء بعين المرتجف وبعين الذي يبحث عما يسد به رمقه. كذلك عيد الأضحى بأكثر من مقياسين، النعجة والخروف للفقراء والثور والأبقار للأغنياء، كذلك عطلة صيفية خارج المغرب وداخل المغرب في فنادق مصنفة ومقاهي كبيرة جدا وأماكن وشواطئ مغربية جيدة، في حين عطلة التحسريف والضيق والتكتل في غرف قاتلة، ثم بعد ذلك دخول مدرسي مأزوم في المدارس العمومية وأداء أداء الكتب ومصاريف الدخول أو أداء بعض الفواتير للمدارس الخاصة وساعات، يعني عطلة صيفية بنوعين وعلى مستويين، داخل خارج المغرب وداخل المغرب في فنادق مصنفة وفي فنادق يعني ضخمة ومقاهي جيدة وشواطئ جيدة، في حين يعيش الأغلبية في يعني شبه غرف مكدسة ومنازل مكدسة صغيرة بأثمان يعني فيها الأخذ والرد. ثم دخول مدرسي مأزوم، يعني سواء على المدارس الخصوصية أو على مستوى المدارس العمومية، وأداء مزيد من الفواتير. لكن الأهم في هذا هو أن هذه الأسر، أسر البسطاء والفقراء، وأقول دائما البسطاء، تعيش هذه 90 يوما كأنها ساعات في الجحيم، رغم ما يسودها في كثير من الأحيان من أيام الفرح والفرح، ولكن ذات اليد قصيرة كما يقال. يمكن أن نذهب أبعد من ذلك، أن المغرب يعني احتل الرتبة 27 عالميا في مؤشر يقيس مستويات المعيشة في 30 دولة، وصنف المغرب بأنه الأعلى البلدان يعني من مستوى المعيشة، يعني غالية بشكل كبير جدا. هذا تقرير أمريكي نشر على موقع نوميبيو الأمريكي، والمغرب متقدم على روسيا والمكسيك وكازاخستان وجورجيا والعديد من الدول، بمعنى أن هناك بالفعل غلاء للمعيشة، يعني وفق الإحصائيات الدولية، وليس فقط ما يشتكيه المغاربة أو ما يقومون به من احتجاجات في الكثير من أوقات السنة يعود إلى ذلك، وهذا ما يفسر من طبيعة الحال احتجاجات متزايدة بكل بالعديد من المدن، جرادة، الحسيمة، طنجة، الرشيدية والعديد من المدن المغربية التي تحتاج على تحسين أوضاعها المادية، وكذلك إلى سياسة التشكي. كما قلنا بأن المغاربة يعني يحتجون على غلاء المعيشة، وعلى كذلك دائم التشكي خلال هذه الأوقات من السنة.
يعني هناك بالفعل مشاكل حقيقية على الحكومة التصدي لها بنوع من العقلانية ومن تقديم مزيد من المعاناة للأسر المعوجة الطبقة المتوسطة، وليس فقط القيام باقتطاعات للأجور لدى الموظفين وإنهاك الطبقة المتوسطة. إلى هنا أيها السادة والسيدات، يسعدنا نكون قد أتينا على نهاية هذه الحلقة. لا تنسوا دعمنا في القناة، لا تنسوا كذلك تفعيل الجرس. إلى موضوع آخر ولقاء آخر، كل المودة والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.